ايه بيصرخ فيها البابا. اطلع 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 زي 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 وادي ربعكم ابو علي بيصرخ كان قهوه دقيقه بسم الله يا زلمه عجقك الله دخل ابو علي والله دخل شكله كيس والله وصله وحش ابو علي والله خفيف صدق مش خفيف انا ماسك راح تقع علينا الطوبه ابعد روسكم صوروا محمد والله عرباي والله يا ابو علي امسك بالحديده بتمسك معك ولا كنا عندها تعرف انه كنا عندها لا يا زلمه هسه بتاكد لك يلا اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في هالحلقه. طبعا هاي الحلقه راح تكون اخطر من الحلقات اللي مرقت. الحلقات اللي مرقت كان فيها بس السراديب والى اخره، شفنا الرصد وطلعنا على الرصد بس هيك تطليعه وخلص تمام. اليوم بدنا نحاول نوصل لعند الرصد، بدنا نحاول ندخل لعند الرصد، بدنا نشوف هو رصد ولا هو ايش بالضبط. اذا كان بس ولا هو ابصر شو بدنا نشوف. راح نكون معنا اليوم اعلام وراح نوثق بالاعلام غير الكتابات، لان الكتابات احتمال برضه نتوه فيها، لانه المره مرت شفتوا انتم باخر فيديو توهنا حتى بالكتابات اللي كانت موجوده. اليوم جبنا اعلام نتحرك بموجب الاعلام تمام. تابعونا يا اخوان وراح يكون حلقه ناريه 100%. وروح وراح نبدا مع بعض يا اخوان من نفس النقطه اللي بلشنا من عند البوابه ونقول يا رب ونبلش يا الله. روح جنجود جيناك اليوم شوف جنجود مين طبعا اول مفرق راح نوضع الاعلام اذا معانا ونبلش نشتغل على الاعلام. هذا اول مفرق ابو علي راح ابلش احط اعلام انا اعلام اللي اعلام احسن لنا يا اخوان لانه صار في خربطه بين العلامات اللي موجودة تمام. الإعلام أحسن بكسر الصور الفيديو بكسر لأنه ما فيش إضاءة عندك. لا ما فيش إضاءة امسك هاي بيدي امسك هاي جنبها هيك ماشي دقيقة يا أخوان لأنه بكسر امسك 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 هاي تمام. هاي الإعلام أبو خفك خلط والله هاي أول علم راح نوزعه هون تمام. هيك احسن لنا يا اخوان هيك بنعرف طريقنا 100%. بنكمل وبنقول روح روح يا معلم هلا ابو علي. طبعا هذا السرداب ابو علي انا واحد ابو علي صار معلم يا اخوان هون. طيب هون انت بدك تدخل يمين او يسار صح؟ ما في يسار ما فيش يا زلمه دخلناها وتوهنا فيها. هاي اعلامنا راح نكمل من هون يا اخوان بس خلينا نشوف ابو علي عنده اخوان. الله يسعد مساكم يا حبايبي. في معلومه حلوه وصغيره. طبعا احنا هون ماشيين جوا سراديب والسراديب ضيقه مستحيل نفوت اليه حتى لو هلت يعني قلنا نفوت بدنا نفوت هلتي انه ندق هذا الحجر وهاي الصخور ندقها بهلتي بدهم 3000 متر سلك ليوصل الكهرباء لهون. يا اخوان في عندنا هون 6 خزوق 6 2 4 6 7 خزوق. هذول الاقليه اللي بعرف عنهم الاقليه مين بعرف عنهم الحجرين هذول يا اخوان اسمهم بنادي. هذول اسمهم بنادي بجيبوا بنديه وبحطوا معها ورق اللي هو كيف تربيه الصخر زي ازميل تقريبا. هي البنديه زي الازميل وبحطوا معها زي مبردين من هون من هون. هذول المبردين بسموهم ورق بحطوا الزميل بدقوا شوي بحفروا شوي بعدين بحطوا الورقتين من هون شمال يمين وبلشوا يدقوا دقه هون دقه هون دقه هون يعني 7 دقات كل مكان عليه دقه لما يفسخوا على كسر حجر. أيوة كسر حجر تقطيع. هون في ناس يعني في معنا ناس قالوا هون هلتي هون هاي اخوان مش هلتي ولا شيء كهربائي يشتغلوا فيه هون كله يدوي
كل الشغل هون يدوي. طيب هسه احنا بدنا جنجون يا ابو علي. جنجون خلينا نروح نشوف الجنجون وين صار. اعطيني الشيخ احمد على جنجون يا اخوان. نرجع من هون صح؟ الاعلام معاكم؟ يلا خلينا نضبطها هيك. انا شد البكت بالسقف. عشان انت بتضرب بالسقف قاعد قد ما هو واضح. اوعى هون وانا واطي كثير. هنا ماشي على ركبي. هاي العلم. احمد اسحب الاعلام. جيب الاعلام احمد. شاهد لما يرفع راسه هون. هاي علم. طيب وين نروح؟ بدنا جنجون هون. والله انك تتذكر ابو علي كل جيتنا عشان جنجون. خليه ولا شيء يضلنا. اسحب اسحب. لا اله الا الله ظهري انكسر. طيب جنجوننا يعني من هون يا بتروح اليمين الثاني. اليمين الثاني اذا دخلت راح تمر من هون. طيب من هون يعني؟ يعني من هون مختصر. والعالمين هذول شيل شيل. طيب شو رايكم اخوان؟ نصور بس نلاقي جنجون. استنى هي العجله. شوف احنا وين لقيناه؟ كنا فوق. الوسط فوق. هاي عليها مكان جريم. هاي طلعات جريم. الوسط فوق صح؟ وين فوق؟ ايش بقيت فوق انتو؟ احنا ما سمعناش هاي المنطقة. وقلت لك في حفرتين، حفرة ثانية. هاي هاي صعب انك تمشي من جنبها اصلا. مفتوحة كثير. طيب شو رايك يا اخوان؟ بس نلاقي جنجون بنرجع لكم. شوفوا الكوارتز. من هيك خروجنا صح؟ اجمل. هذا كوارتز. دقيقة بالي. هاي الكوارتز. شايفين حجر الكوارتز يا اخوان؟ معناته ممكن يكون في ذهب خام. هذا حجر الكوارتز هي. ما شاء الله والله حلو. ممكن يكون في ذهب خام. شايفينه هي؟ هذا يرمى. حجر كوارتز رائع طلع. هذا والله عرق كامل. والله عرق كامل يا معلم. استنى شوف. والله عرق عرق. اعطيني هاي صوان. هاي النسبات هاي طلع زي القزاز يا اخوان. تمام. هاي زي القزاز. شايفينه؟ حجر كوارتز. معقول نلاقي الماس يا ابو وديع؟ تمام والله لا تصدق. والله قطع حلو. طلع هذا ونحن صوانا. هذا هو الكوارتز يا اخوان. والله انه حلو. اها عرق كوارتز. وين راح بالي؟ العرض مات شايف وين؟ مات ماشي. عرق واحد بيكون بس ما بمد كثير يعني ممكن يوصل لهون. هاي هاي كلها شايفين اخوان؟ هاي اوه ما احلاها. طلع ما اجمل. شفتها؟ اه بجنن. كوارتز 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 كوارتز. والله انه جميل يا اخوان. خلي احمد والله جوا الشنطه بالله عليك. حلو والله. وين راح بالي؟ ما ادري قدام. هاي حجر صوان مخلوط بالكوارتز. انا لميته كيف؟ جميله. ايش يا ابو علي؟ لقيته؟ اي بيصرخ يا حبايبي. اطلع 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 اطلع. زي 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 زي. بعد ربعكم.
بعدي بصرخ يا قهوة دقيقة. بسم الله يا زلمة. عجقتني. ايش فيه؟ خليك شوي خليك 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 شوي خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. عربيد اسود يا زلمي. عربيد؟ عربيد عربيد اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع رجع روح روح روح. بديش اسد حجر المشكلة. طب عربيد شو بلاقي هون؟ عربيد مترين مترين دخل من الصخور هون هون هون. كان قريب كثير من توكل على الله. هون بين الصخور دير بالك. توكل على الله. انت دير بالك بين الصخور هذول. هون؟ اه. بسم الله الرحمن الرحيم. مكبس هون. اه. لا مكان هون مكان هون. مكان غادي. دير بالك ابو بجوز بجوز مرق غادي. لا هو جاي من غاد اصلا. لا يكون هذا لازم برميش هذا. لا يا زلمه برمشي قدامي مترين طوله. هاي علامنا يا زلمه. بسم الله. عجبتني يا ابو علي اقسم بالله. يا زلمه هي هون 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 يا اخوان مالكو. يا زلمه خوفنا عليك احنا من المشكله. عربيد انسى احمد 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 عند الحجار. بسم الله. وينه؟ هو كنت نزل تحت الارض في طابق تحت شغله. مسكر يا محمد. دير بالك. في حفر جوا. نزل تحت. في حفر. نزل في الطمع. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله يا زلمه قلبي صار فجري من منظر عشانك. انا واقف هون هون جاي بعيد. يا الله لا يكون بربيش يا بالي زين. لا هذا شفته بعرف لا شفته. طب انتبهوا لهذا يا اخوان انتبهوا انتبهوا. طب هسه جنجون وين؟ لا يكون هو جنجون. ها؟ بعرف اذا انا قاعد هيك هيك واقف استنى فيكم. ها؟ ليش جاي من غادي هيك 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 هيك؟ قلت انا بالي بربيش ما بعد هيك وهربت غادي. لما وصل لهون فات شهر. يلا يلا روح. وين جنجون؟ وين هو؟ روح اشوف. يلا يلا ابو وديع دير بالك تعال من هون تعال هيك. بسم الله اخوان هذا في اكشن في الحلقه هاي. هذا كيف جنجون هيك؟ هاي شوف هذا زحمه. هاي على احنا جينا بس احنا ايش؟ خلينا ندور على جنجون. بسم الله. يلا بودي. لا. أيوة تعال محمد. جنجون. تعال. ها هاي آخر نقطة وصلنا. تعال. إيش هاي؟ الحوراني مرة من هنا. هاي هي. طيب. جنجون لازم سردابين على اليمين. يلا. أبو. أبو علي. أبو علي مرة من هنا. ها. أبو علي. الله يا جنجون. والله يا جنجون أشغلتنا. الله يا أبو علي إنك هبط. قلبي يا رجل. الإعلام مع مين؟ معك؟ لا المفارطة وين الإعلام المفارطة يا؟ الإعلام مفروض. خبط قلبي. قلبي وقع في الأرض يا أخوان. عشان ومش عشان إنه في جن ولا هذا. روح شوف لك ورجع بسرعة. معك كشافك؟ هون. إخوان هاي زحل. أكيد؟ اه. هاي مسكرة. هذول الحجرين وين بروح بلاقيهم؟ اه ممكن جنجون في آخرها؟ لا مش هون. لازم هاي مسكرة آخرها يا بالي. هالجنجون غلبنا. شوفوا اخوان شنو بصير فيه. يعني احنا جايين على جنجون بدنا ناخذ جنجون مثلا. خلانا نلف نلف السبعة آلاف لفه.
طيب مسكره من هون بعدين بعدين مسكره هاي خفايا العالم الاخر. جينا هون امبارح الحوراني مره من هنا 27/11 فاضي فاضي هذا. طيب شو العمل؟ خلص هذا شو طلقتين شو معلم؟ اه هل في مي بنادي هون؟ لا بند كيف هاي؟ بس هون مش هيك. ها زي وصلات. ها بعرف خلي بالي من عندك ما في. لا دير بالك بالي بالي مش من هون مش من هون. ما جيناش هون هاي فيش اثار لنا. بتزحلق هاي دير بالك. يا اخوان خلينا ندور ورا جنجون وبنرجع لكم ان شاء الله. يلا. تعال اخوان وصلنا لهاي المنطقة لسه ما لقيناش جنجون. والله توهنا على جنجون واحنا عارفين وينه. لكن احنا شايفين المنطقة عبارة عن منجم كوارتز. منجم كوارتز يعني يلي بقول السياخ بتجيب مشيح معناته هون راح تعطيك اطنان 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 من الذهب. اللي بيحكي انه السياخ بتجيب مشيح يا اخوان منجم كوارتز منجم طبعا حجر كوارتز كامل. انا خايف انه انهياراتها يغلبها ست راقيه. بسم الله طلع كله بالماء قاعد. المنطقة كلها بتلمع قاعد. كلها كوارتز يا اخوان. طلع لمعة الكوارتز جميلة جدا. طلع حجار. شو هذا الحجر غريب. حجر طيني. هاي طيني. لكن جميلة. جميلة جدا. ما اقدرش اخش هناك. لو بقدر اخش كان خشيت. لكن صعبة والله. صعبة صعبة هناك. ست طلع طيني يا اخوان كله طيني. طب كيف تنزل؟ وكوارتز طيني وكوارتز طبقات كوارتز كاملة. غريبة غريبة عجيبة المنطقة. لقينا دوامر دامر سكة. هاي دامر سكة. ايوه. او انه مش دامر سكه مش عارف والله ما عارف. غريب هذا حتى طلع قديش قديش كاتت يا اخوان. طلع حديد كيف بيطلع بكت الحديد عمره اكثر من 100 سنه هاي اكثر. هاي هناك في دوامر عند بالي شايفين جكات جكات استناديه. طيب هذول غير اللي شفناهم في الحلقات السابقه. هذول محطوطات على الارض بس باقيها ثقال. ولسه يا اخوان والله العظيم ما هو معروف اولها من اخرها. هذا لسه احنا اكتشفناه اليوم غير اللي اكتشفناه بالحلقات السابقه. مناطق ثانيه. شو رايك في المناطق الثانيه يا ابو علي؟ ابو علي فقد انا فقد يا بقول الحل لفناها كلها وختمناها خلصناها. كيف وصلنا لهون ما بعرف مش عارف. طبعا هسه احنا مش عارفين كيف نرجع يا اخوان. طبعا ما علمناش ولا علام واحنا ماشيين يا بالي. على البركة. على البركة يا. على البركة. هنا نروح بشرف من عارف يا اخوان. خذ معك كشاف. رايح بدون كشاف. هون احنا مش عارفين وين احنا اصلا. وضحات. ابو وديع. والله ضب هاي. ضب هيك. شو رايك ابو وديع؟ والله انا مستغرب اقسم بالله اول مره بتمر علي. زي ما حكينا لك عنها يعني على الواقع لسه غير عن التصوير. الواقع صعب. صعب جدا. يعني انت بجوز صار لك زمان ما طوطوملت ومشيت يعني ماشي بجوز اجريك هسه فقعن. ها انا كمان خمس دقائق بنتهي. كمان خمس دقائق يعني نهاية الفيديو. بس يا اخوان لسه والله ما احنا عارفين وين احنا. بدنا نروح نشوف جنجون. الله يخرب بيتك يا جنجون. هو لو يجي هنا ويخلصنا على جنجون. يلا على جنجون خليكم معنا يا اخوان.
وصلنا هون يا اخوان، لقينا درج، بس درج ما لواحد جنجون بجوز بده يطلع فوق غزق. انا داري وعده هي عده يا اخوان، عده قديمه. بسم الله افتح السيف. لا 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 تهيلاش حرام، باقيين يلموا حديد شكلهم، شكله اللي جاي بالخيط ها باقي لهم حديد. لا واحد باقي لهم حديد بشده، بيلموا حديد. وصلوا لهون ما عرفوش يرجعوا الحديدات. ايش هو؟ بقول لك تروح لجوا المنطقه ماك لخاو واقف على شو. جاي يا احمد، جاي يا احمد. تعال احمد. لا ليش لا؟ لا شنقال. شوف المنطقه حلوه. شوف اخوان احنا وصلنا، وصلنا لمكان غريب غريب عجيب. الله نص يدي هاي مش قايله للسقوط، بتقول وقعوني. هاي في سرداب من هون. طيب عشان ما بوصل ما بعرف. نحكي سر ولا بلاش؟ نحكي سر؟ اه ها تحكي. انا زلمه بحب اكون قريب للمتابعين. نعم بدي احكي سر. اوعى دير بالك على هون بالي خليك. آه. مش مغامره برضه؟ شو مغامره؟ انا قلت لك مغامره، انت تطلع وتسلموا على الشهداء. على الشهداء. السر يا اخوان ها انه احنا فعليا تحت مقبره، والمقبره هاي مش قديمة، مقبرة جديدة. يعني لما نحكي كلمة جديدة يعني من 20 سنة وجور هيك، عهد جديد يعني على أيامنا يعني سيادنا و... يعني مقبرة إسلامية جديدة يا إخوان. مقبرة إسلامية جديدة، مقبرة المنطقة. نقول والله مقبرة قديمة ومهجورة، لا مقبرة ولا زالوا الناس بدفنوا فيها حاليا، بس هي مغلقة بشكل عام. اللي بده يدفن فيها في الموقع اللي احنا فيه حاليا بده يدفع أكثر يعني، وبتعرفوا الأسلوب والسياسات هاي. مش موضوعنا، موضوعنا يا إخوان إنه أقرب دفين علينا يعني تقريبا بيننا وبينه 3 متر 4 متر بس. ليش عرفك؟ المقبره فقيره محمد. شو عرفك انت وين تحت الارض اصلا؟ هو انا هسه لما نطلع فوق بنوصل المكان محل ما احنا كنا، بقول لك هاي القبور شايفها، احنا هون بقينا تحت هون مثلا محل ما احنا هسه هون حاليا. احنا احنا هسه جايين تحت الارض اصلا، انت شو عرفك يا ابو علي؟ كيف بدك تعرف؟ محمد تحت المقبره احنا هسه حاليا، كل المكان اللي احنا فيه احنا تحت الارض تايهين جوا سراديب، بس كل موقعنا محيطنا احنا يعني احنا تقريبا ماشيين في 2 كيلو متر مربع. اوكي ما اوكي هاي اللي انا فاهم. اوكي 2 كيلو احنا هسه وين احنا بالضبط الله اعلم، بس فوقينا ب 2 كيلو المساحه هاي مقبر. يا اخوان واقرب قبر علينا 3 متر الى 4 متر بس بس، وهاي مخيفه جدا. طبعا هاي يا اخوان مش مصيدي ولكن انهيار. انهيار هي مبين مصيدي، الناس عاملينها كذا، هذا مش صناعي، هذا طبيعي يا اخوان، هذا طبيعي. الله بس كبيرة والله. نعم هاي كبيرة كبيرة. واللي بيعرفني يا اخوان بيعرف احنا وين، بدون ذكر اسماء. لا لا ما بدناش نحكي احنا وين اصلا، بدون ذكر مواقع بدون ذكر هذا، بس اللي بيعرفني انا والله شخصي. والله يا ابو علي انا ما بحط حدا برقبتي يعرف المكان ويجي عليه. لا 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 انسى. هم اصلا اهل المنطقة بحذر من الموضوع هذا، بس لاني انا ابن المنطقة بعرفها ودخلتها، بس هون ما دخلت فعليا، هون والله ما دخلت يا اخوان، غير لما انه شباب يعني اخذوا مني، اعطوني الامان اني افوت، وقاعدين بيستنوا فينا لانه في بيننا توقيت معين، في بيننا قلنا لهم 4 ساعات. ما احنا المشكله 4 ساعات ما طلعناش، ما رنينا عليهم راح يتصرفوا. بدناش يجينا دفع المدن واحنا هون. طب خلينا نشوف كيف الوضع. يلا يلا بنرجع لكم يا اخوان، هسه كل ما نلاقي شغله حلوه جديده بنوقف عندهم ونصورها. يلا هاي اخوان العلم هذا والعلم هذا اللي هو للخروج، بنكمل. يا الله قريب على العربايه الرصد؟ ما بعرف والله هاي العربايه، تسالنيش لانه دي. انا بالنسبه لي ثاني. على العربايه؟ يلا على العربايه. دقيقه خلينا نحط علم. يا الله يا كريم جنجون جنوك. لو سمحت مستر جن. مستر جن وين؟ والله ما بعرف يا ابو علي. طيب هاي العربايه، هاي العربايه غاد هاي. دقيقة هاي هاي تطلع لي فوق. بسم الله والله بدها سلم، او بترفعوني بس اول عتبة هاي وانا بكملها. في مي؟ فيش مي يا زلمة. لا هي ناشفة من اول. شو رايكو اطلع؟ لا بعيدة هو. لا مش بعيدة، بس طلعوني اول الدرجة هاي. اول اشي بس اول درجة انا بكمل من هون وانا بكملها لفوق. شو رايكو؟ طفي متابعينك. طفي متابعيني؟ كيف اطفي متابعيني؟ كيف اطفيكم يا اخوان؟ خذ احمد طفي الفيديو.
ما تقبل شوي على الشاشه بالمره. طيب ابو عدي، هي مغامره قبل ما نروح الرصد، هي مغامره وبدنا نبلش مغامره. وقف هون، بدي ارك عليك. ترك عليه ليش؟ تعال. لا استنى، مش هيك. ابو كرم، ابو ابو يوسف، ابو خالد، ابو محمد. نعم اطلع هون. عديتهم كلهم الا ابو محمد. لما وصلت ابو محمد اوكي انا بمشي معك. ابو كرم، ابو وديع، ابو يوسف، ابو خالد، ابو طلال، ابو زي امي بتنادى على كل اهل الدار. بعدين بتنادى اسم مطلوب. يلا يابا. وهي بسم الله الرحمن الرحيم. طلع علي. نعم. هون ومن هون. يلا. لا يا ابو علي. لازم رد علي. يا ابو علي بأذيك. انت أذيني. احط الجاكيت على كتفك. مش بحطني الجاكيت على كتفك. بتزحلق بتزحلق يا عمي، بتزحلق. ايش رد علي بس. اما هيك على كتفك مباشرة بزبطش يا ابو علي. تصوير عشان بقول لك اللعنة من الصفرة. عشان ايش؟ اطلع عليه وهذا. عادي يا زلمة. اطلع يا زلمة. شو مالك؟ مش بدنا نطلع فوق، بدي اطلع فوق انا. وديع. هذا فيها سحاب. ايوه. هاي هاي في السحاب. بس لا تنسيني. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. يلا اطلع. بدي امسك. روح. خلنا نوقف واجي اساعده. لا روح. شوف يا اخوان، شوف 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 شوف. هذه اثبت ثابت. روح. بس حط رجلي على شيء. استنى شوي. اطلع فوق كمان شوي. اطلع لفوق شوي. يلا. يلا. ايوه. يلا روحي. والله خفيف صدق. مش خفيف، انا ماسك. راح تقع علينا الطوبه. ابعد روسكم. صوروا محمد احمد. والله عرباي. والله يا ابو علي. امسك بالحديده، بتمسك معك ولا؟ كنا عندها. تعرف انه كنا عندها؟ لا يا زلمه. هسه بتاكد لك. يلا. طيب انا كنت عندها. وقفت احمد فوق. يا متابعين. طلعت ابو علي، طلع علي. ابوي هاي، ابوي هاي. شوف شوف يا اخوان وين طلعنا ابو محمد. هاي هي المغامره. هسه راح نشوف مع بعض. بسم الله. خلي بس اعرف وين احط رجلي. والله روسكو اتوكل. لا حجر ابو علي، تضويش كثير. بقدر اشوف. اوه شو طمن. طابق والله. ما جينا عليه صح؟ ايه ما جينا عليه. لا ما جينا. شو وصلنا له؟ بسم الله. لا قلت لك تروح الدار. قلت لي لا. قلت لك يلا خلينا نروح. والله طابق. نفس النظام اللي تحت. بس في شغلات هون يا ابو علي. اه ربيت التليفون كيف؟ هسه اطلع له. بدك اسمع، في حبل. وقف التليفون شوي. طب دقيقه اخوان، نرجع لكم ثواني. وقف تصوير اخوان. صرنا ساعة ندور على الاعلان هون. هذا لفينا طلعنا رايحين مكان غلط كامل. ماشي هسه بدنا نبلش، بدنا نروح نجنجون ونشوف. طبعا اذا هو جني راح نحكي معه ونشوف شو وضعه، واذا هو ايش ما هو راح نشوف شو وضعه. اذا ممكن يكون كيس، في ناس قالوا كيس، في ناس قالوا انه جني، في ناس قالوا بسه. ماشي هسه بدنا نشوف. بسم الله. انا بحب جنجون صاحبي. بين معنا كل شيء. اول يمين صح؟ اول يمين. اول يمين. يلا هسه بنشوف. انا صاحبي. لا صاحبي جنجون. عشان جنجون صاحبي انا بدي اسبق عنده. كان يجي. ايوه ايوه. دقيقه بالي. لا هو نفس المكان. دقيقة والله بدي اقرب الصورة اشوف. ابو علي اعطينا ضوء من عندك. يلا حنجي. بس اعطيني كشافك. اضوي عليه، قرب عليه. بدي احاول اجيبه. هي شايفينه؟ مبين اخوان، بدون ما اعمل زوم مبين. ايوه اخوان ولا ضوء غيري. اه بينك والله. هاي طفينا ضوء. هذا هو جنجونه. طيب محله. طيب اذا اخوان ابو الجنجين كيفك؟ نحكي انه هذا اخوان مش جن صح؟ الله اعلم. الجن ما بيتحرك، ما بيرجع لمكان واحد. ابو الجنجين حبيبي جيناك. يعني انت قلت له كيف تخيل بقول لك والله تمام. والله لو قال لي لا شلف، والله لا اهرب. هي المي يا اخوان، هي المشكله في المي. المي صافيه طبعا. تمام. ايوه ايوه
يا رجل يا رجل هيو زيها محمد. ايه المره هي اقرب. يلا صح. واي قرب قرب لي عليه قرب لي قرب لي عليه. الله ما انا عارف يابا كيس. انا شايفه كيس. لا كيس كيس. انا شايف ليش بس ليش عنده عينتين بيبكسن يعني. هيا طيب خليني اعطيه معلم مره عين مره عينتين. ابو علي اعطيني اضاءه من عندك. هيا انا ثابت بدي عشان تزبط التصوير. هيو هيو اخوان اخوان شو انتوا احكوا عنكم. هيو ها هيو مبين هيك مبين واضح. كيس ولا بس يلا مع بعض ست بساس بست كياس كل بس بكيس. والله لا بس ولا كيس. هاي كومة طينة سوداء وعليها جواتها حجرين. شو الحجرين اللي بضون هيك؟ طيب شوي محمد. هيو هيو دحلني ابو علي. ادحل؟ لا هاي شكلها عميقة من هون والمشكلة اذا كانت طينة. طب انا بشوف اذا شفتها غرزت. ما هي من هون بتغرز قاعدة. هاي شايف هاي المنطقة هاي في الضوء يعني. انا يا اخوان وصلت هون عشان اقول والله نوثق هو جن ولا كيس. لا لا احمد ما ترمي شيء. ترمي شيء شيء صار في عين جن ولا ايش؟ عين. طب ايش في ورا المي بعد المي اوكي يا اخوان. احمد شفته صورني. صورني صورني لا تنزلش معي صورني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شمر 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 قديش اشمر؟ لعيون متابعيني. هاي مالي غطس غطس. سمي يا ابو علي بالله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اكثرت المي يا ابو علي. بلش ابو علي يغطس اكثر. يا اخوان لازم نوصل مي مش مي. انا عارف شو راح يصير فيه وانا عارف اني تبهدلت بس لازم نعرف شو هذا. لازم نوثق قدام الناس. دير بالك ايش مسكني من رجلي. بسم الله اوعى دير بالك. دير بالك ابو علي. شو بدهم اكشن؟ هاي اكشن الشباب. اكشنها اخوان. اجري اجري. شايف اخوي اكشن؟ هاي اكشن. الجن متطلع عليك وبضحك قاعد. والله دخل ابو علي. والله دخل شكله كيس. والله وصله وحش ابو علي. ابو محمد. نعم. بدك تيجي؟ أجي؟ بدك تيجي؟ استنى 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 حبيب قلبي. بالله عليك البوت جديد هذا. أهلين بالشباب. استنى 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 ايش في؟ روح يا زلمة روح. بسم الله. أنت استنى 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 كش كشكول أحمد. آه أعطيني الزوم من عندك ثواني يا إخوان. سامعين مسموع الصوت عاد؟ واضح الصوت؟ لا لا خليك عندك. مين الأجر؟ يا زلمة قلت لي تعال دقيقة بس عشان أعطي بس للآلة وأرجيهم إيش هذا. إيش هذا؟ يلا يا إخوان هاي الرصد اللي بدنا نحكي عنه والناس اللي علقت اللي حكت في التعليقات إنه هذا كيس مش كيس وهذا يا إخوان مش جن. طيب هذا يا إخوان مرهول إله عواكس. هذا مرهول إله عواكس. ولكن هون محمد في طواري في سطولي في عدة في بلاوي صبرة كبير. هسه بنشوف هسه بنشوف. يا حلمي شو باردة. هذا الجن يا اخوان اللي خفف عقلنا. راح البوت فدى المتابعين. هذا هو الجن لعنة الله على اليهود. هذا هو. تعال يا اخوان تعال 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 محمد. عجق امنا من امبارح. سكيني عند شفرات عند مفك عادي. مفك مصر بس قديمات والله. عند مفك مش معروف شو هو مش معروف جرة أبوه. عند أغراض عند أتي أتي يا الله. أحمد أكنت تصور بعدك صح؟ هاي الطواري بس الشاشة قلبت أكثر من المغنية. ليش قلبت؟ خش أبو هدي أبو أبو وديع دخل. إخوان شايفين هذا اللي هو الجن اللي قاعد نحكي عنه. لازم نوقف الجن طلع هذا كتبكم يمين يا إخوان. لازم أوثق لكم إيش هذا فعليا إخوان. كل اللي شافوه إيش قال جن إيش قال كيس إيش قال هذا رصد مكان وحارس مكان وهي المكان قدامكم طوارئ يا إخوان. ما صار إحنا نتوقع وين إحنا. هاي البنات يا أبو محمد تعال شوف. هاي هون دقيقة 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 شوف هون. هاي عفريات اللي حكينا عنها في مي بتيجي من هون.
هاي ماي بتيجي من هون. وهاي شركة محمد يا حتى شركة محمد موجودة يا أبي سبحان الله راح البوت يا طبعا بوي. إخوان تشوف المنظر طرية أنا أول مرة بشوف طرية مفقوصة رايح طرية زي حبة المي هاي ثابت رابط رابط الحديدة تبعتها كسرت هاي إخوان الجن اللي بقينا نحكي عنه هاي في قزازة مي لمين هاي جديدة 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 لأنه عبد عهد مين عهد عهد فريش عهد فريش طب هذا ايش يا محمد حق عمك شو العنارة هاي تبعت الضوء هاي تبعت الترية من وين ماخذين سلك من وين جايبينها طلع هاي فيش طبعا من السيفتي اخوان رجعوا كالي صح هاي مي طلع المي واصلة طلع وين عند هاي وين سرداب معلش لعيونكم والله يا اخوان اي معلومة بتنحكى اي معلومة بتنحكى ايش هذا تب سايح معقول تب سايح الله اخوان طلع ما هو جد اي معلومه يا اخوان تنحكى اي بيت بدنا نروح له طبعا انا اخوان بعيد عن المغامرات بقول لكم عشان ما تقولوا انه قاعد بطلع كيف ذايب الحديد كل المغامرين خشب بس انا بقول لكم عن بيوتكم انتم اي واحد بقول والله فيه عندي جن في حدا بطلع في حدا بنزل تمام انا مستعد اخذ في البيت واصور احنا شو في غاد اللي مسكره ان شاء الله الصور الجاي في عندنا حلقه لمرقه ياره ترى قديش دايب العدة هاي قديش دايبة اسبوع الجاي اخوان في عندنا حلقة لمرأة خشب دايب دخلنا على بيتها والبيت سلم خشب شو صاير فيه ساكنة في البيت والبيت مسكون وبتحكي لي يا اخوي ابو علي في عندي ناس بيطلع بالدار بالليل بالنهار يعني حتى شوف بحكي لك انه الجن شوف وصلنا يا اخوان لعند الجني خشينا لعند الجني قلنا بدنا نشوفه ودخلنا له جني طلع ولا وسخام البين اتكيفنا من اول مره بنشوف الرصد بس احنا بنروح له للرصد مش بنخليه يا اخوان انا جاهز يستنانا انا جاهز ايوه انا رايح اي شيء بيصير معي اي اسطوره اي اخوان انا اخوان بوثقها ان كان مصطفى حقيقي بوثقها وهي الجن اللي بدنا نحكي عنه شايفين بين قدامكم انا والله صورنا فعلا بين زي بس قاعد وشيء طب احنا بس قاعد او رصد مثلا او يعني بعد يومين غياب بس شكوش قاعد صح ولا لا الخيوط بغير مكانه صار شو خيوط ايش هذول خيوط متفجرات هاي صح وهاي المي اللي عبرناها دقيقه شو حديد دايل مستاش بقول عبرت الشط على مودك هذا ايش تبع متفجرات بقول عبرت المي على مودكم تبع متفجرات ايش متفجرات والله ما بعرف محمد بس ما بتوقعش يستخدم متفجرات هون كان بوقع الجبل كله مش عارف طب ليش هم هذول الخيول هذين الشباب هي مزبطين نظام في كاسات شاي هي عندك كاسات شاي كل شيء هذول ملاقيين تاكلين انتوا طالعين مش ملاقيين ولا ملاقيين سخام البين هذول زين هذول تعبوا ولا يبلشوا وانا متاكد اقول لك لو لاقوا بريزي ضايع من واحد بريزي لقيت لحالهم عليها لقيت له بعض هون عليها يلا يابا ننهي هون ايه ننهي هون بدي هنا يعني اليوم هيك راح ندمر في الدار صمدت ست سمكات والسمكات راح هيك هبال منثوره على الفاضي طب احسن هذا الرياضه هاي كلها فيش رياضه بس السمك بيديش السمك بطولش في المادي بصراحه بروح وصحي يا اخوان السمك هذا هو الرصد هيو زي الدجاج واللحم شايفينه والله ضوء الرصد من عندك السمكات راح ضوء الرصد لا ارفع ضوك ارفع ضوك هيو هيك بلش يضوي شايفين هذا هو الرصد طلع بالاخر يا اخوان تبع واحد عاكسات حاط طب شغل مناجم انا عندي فكره ايش هي نعمل خير مع باقي الناس اللي بتيجي هون وتصور شو نكتب لهم ولا نكتب لهم شيء بس الاظهر هون نلبسوا حجار ونقفوا على اساس يقولوا هذا بني ادم واقف على الكامله اذا احنا شفناه بس مثلا طب ايش كيف نوقفه صدقت عادي بنوقفه شو المشكله شو بدنا فيه خلاص من بعدهم نحطه بالسطل عشان اجى حدا ما يعملش عليه قصه ويقول لكم والله جن هيو طلع يجي بيتحرك ابصر ايش ترى الخشب بتوب بيه طلع سواليف طرمه يا اخوان هاي موجود طيب وانا على هذا المحتوى ما تزعلوش مني يا اخوان انا والله بحكي الواقع والله كان بودي نكون جن هذا المحتوى لحتى اوثق ما يقال تمام انا موجود هون عندكم لحتى اوثق ما وين؟ يقال لا خلص حقيقه انا كان جاي عشان الجن عشان جنجون طلع بلوزي في الاخر والله انه ازعلني ما هو
انا بصراحه فرحان، انا بدي اياه يطلع اصلا ايش مكان بدي اياه يطلع عشان الناس يعرفوا شو هاي الخرافات اللي بتنحكى هون. خرافات طبعا كلها خرافات ولا شو فيك؟ بدي انا بدي اي شيء والله يا اخوان، كنت متمني قسما بالله كنت متمني يطلع معي شيء هون ولا هون. طلع لي عربيد غاد قبل شوي بس مش على قناتي، على قناه عندي. اه والله خففت عقلي انت يا ابو. طلع لي عربيد وانا بصراحه متفاجئ يعني، حتى المكان ما فيش فيه نفس يعني، هذا شو بيسوي هون؟ مكان مغلق هذا يا اخوان، مكان صح مكان رطب. اي نعم بس يعني مش عارف انه هاي البيئه بتتكيف فيها الحياه ولا شيء. لا ما بعرف والله ما بعرف، انا ما جربتش اكون حي يعني عشان اعرف. اقوى حدث صار معي انه طلع عربيد، انا بقيت في مكان بعيد ودخل بين الاحجار، هذا اقوى حدث ما كنت اصور. طبعا اخ اخوان محمد احنا قلنا صرنا هاي الساعه والله طبعا ابو علي صرنا الساعه الرابعه وما بقدرش اصور كل شيء بصراحه ولا قطعا حديثك. طبعا هاي اخر حلقه من السراديب، اكيد طبعا انهيناها كامله ورجعنا عن جنجون تمام، فهاي اخر حلقه يا اخوان. بتمنى انه ما حدا يدخل اللي احنا دخلناه، لانه احنا عارفين شو بنسوي ومتدربين على هذا الموضوع تمام. فبتمنى ولا واحد يدخل. خذ يا احمد دقيقه على صوتك يا محمد دارك جنبي. الله يا احمد خلينا نشوف شو بدنا نحكي نسولف. عملنا ابو وديع هاي بدل خليك بدون كشاف. ايوه وقعين بس وطيه كبستين كبس كبستين كبس كبستين بس عليه. طبعا ابو علي مغامر، ابو علي احمد العلي ومغامراتنا اخوان كانت طبعا في السراديب هنا. صراحة نحكي الصراحة صار عندي عشق لهذه السراديب يا اخوان، والله العظيم صار عندي عشق وصار عندي حب فضول. لو في كمان بنكمل، لكن ما في كمان خلاص يعني. اتوقع انه هيك احنا خلصناهم. احنا تحت جبل يا اخوان، وارتفاع الجبل عالي يعني، ارتفاع الجبل عالي جدا، فاحنا بجوز هسه على عمق 40 متر 50 متر 60 متر والله لا اعلم، لكن احنا مكان عميق جدا. لا ما انا ما بعرف قديش يعني صراحه يعني، لو اعرف قديش بقول لكم ماشي. ابو علي شعر بضيق المره هاي جدا ماشي جدا جدا غير عن المرات السابقه. المرات السابقه كان اريح الموضوع تمام، وتعب شديد صراحه. صرنا اسبوع في هذا الموقع، صار له اسبوع تقريبا يعني ماشي، صرنا اسبوع في هذا الموقع فعليا. انهيناه عن بكره ابيه، واحنا فدنا اللي بعدينا، فدنا اللي بعدينا ان حطينا علامات ممكن انه ندلوا منها، لانه ممكن الواحد يضيع فيها وممكن ما يعرفش يرجع. بالضبط هسه حاليا بفوت بتغلبش، هسه ما بتغلب تمام رسامين يافطات حطينا مع توقيعاتنا تمام. فاحنا وصلنا لهي المرحله الحمد لله رب العالمين. ابو علي راح يكتب تعليقه الان على الحيط لاخر نقطه وصلنا لها، وانا راح اكتب تعليقي وخليكم معنا. هاي يلا اكتب تعليقك يا اخوي، تعطيني على طول اخذت معاه على طول جاهز كل شيء معي انا. يا اخوان زي ما تفضل الفون شغال، ابو وديع الفون شغال. اخوان زي ما تفضل استاذنا الايهاب، استاذ المغامر ايهاب الحراني. بتمنى من الجميع ما حدا يجرب هاي التجربه، ما تجربه صعبه وخاصه الاطفال يا اخوان. لو اي طفل يا اخوان اي طفل بدار جيرانهم مهجوره كذا في جنب حوش مهجور يدخل يقول انا مغامر انا بدي اسوي زي المغامرين، بتمنى من الجميع يا اخوان ما حدا يجرب هاي التجربه، وخاصه الاطفال حبايب القلب اطفالنا. في انا بعرف كثير متابعيني في منهم نسبه كثير كبيره من الاطفال. وين اللي شو حطيت هون انت؟ شلت جنجون تمام. واخوان في ملحوظه كثيره، ملحوظه كثيره بتمنى من الامهات يوصوا اولادهم عليها، وخاصه وقت المغرب اللي بتروح بتدي ابنها على الدكان المغربيات قبل ما يجي ابوه من الدوام، جيب اكل جيب لبن جيب كذا، وين في بسة وراها وحجر الله أعلم تكون هاي البسة يا إخوان جن من أبناء الجن. تليفون نزل تحت صح؟ صح؟ الله أعلم يا إخوان. هاي البسة اللي رمى عليها الحجر الولد هي جن ولا حيوان عادي؟ فيا إخوان هاي نصائح بتمنى من الجميع يسمعها، وبتمنى تدعموني على قناة خفايا العالم الآخر وعلى قناة المغامر إيهاب الحراني. وإخوان هذا بثنا كان اليوم، وهي مغامرتنا والجزء الأخير وانتهى. بدنا نحط تعالوا تعالوا روح معه، خشوا علي جاي خشوا علي جاي. اعطيني 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 تليفوني. ايوه يلا كمل معك.
عفواً بلش نكتب متابعين الشيخ اذا قال والله يا اخوان هاي الجهه الكلام اللي انت بتحكي عنه كلها وخلصه قبل ما يبدا تحكي الفوز المغامر واسمائهم وين موجوده. والله طويله هاي. هو محمد انت بتوقف الكتاب. طوران خلص خلص قرب قرب البخاخ على الحيط عشان ايوه بدي اكمل. متابعين المغامرة إيهاب الفوراني طبعا في شخص على التعليقات تمام شخص على التعليقات نكتب اسمه منتقد الله قوي هاي منتقد على طول أنا عشان تعرفوا أبو وديع هو منتقد على طول كيف هاي؟ الله يسعد قلبك يا حبيبي منتقد على تحية لك من قناتي من قناة المغامر إيهاب الفوراني تحية من القلب للقلب حبيبي يا منتقد أنت غالي وعزيز علينا والله مين ضيع عندنا؟ أبو علاء عشان ما ننسى حدا يا إخوان ذكريات هاي لف لي هون لف لي هون جاي هاي طبعا أنتم هون خفايا عالم آخر كمان وإيش المتابعين اللي عندك راح أحط اسمائهم أبو ابو لا ابو علاء لسه استنى بس بخلص ابو تحيه على الاردن الى لبنان ابو علاء لبنان تحياتي من لبنان يسعد مساك تمام هذا لو في رصد احنا من خلينا نعمل هالقصص هاي وشو انا كتب اسمه عندنا في الاردن في احد مغارات الاردن نينا الله اكبر نينا نينا حريق نينا تحياتي للاخت مدام نينا حريق من لبنان برضه هذول يا اخوان متابعين ومشرفين قناه المغامر ايهاب الفوراني وجود بتشوفوهم وجود وجود حريق نعم صحيح وجود. بتشوفوهم هذول المتابعين مشرفين عفوا مشرفين القناه بتشوفوهم كل سبت وخميس الساعه 9 مساء روح دير بطيخ هذا الاستاذ ايهاب الفوراني عبودو عبود ياسين وهيك اسمع انا هون بدي اعترض ليش؟ أول شيء اسمه خلص الحيطان أول شيء اسمه ما انكتب كونك كتبت اسم عبود أنا عندي انكتب دقيقة كونك كتبت اسم عبود بدك تكتب اسم زياد وأنا زياد زلمة بخصني زيزو والله ناسيك يا زيزو زياد أنا الطبايع تحية لأحلى زياد في الدنيا زياد إلا زياد زياد هاي زيد زيزو زياد شفت كيف؟ وصينا فيك يا حج زيزو حبيبي زياد على يسعد قلبك يا زياد مي بتمقف منه لا يزن يلا يا اخوان خلص طيب وين متابعينك؟ مين عندك متابعين ابو ابو علاء ابو علي؟ انا متابعين متابعيني ان شاء الله ما نكون نسينا حدا يا اخوان ان شاء الله انا ما نكون نسينا حدا ونسيناهم سامحونا سمعت؟ ايش؟ يا ويلك ونسيت ابو وديع ابو وديع على طول ها تعال هون في لوحه كبيره هون فاضي اجي لك يا زلمة تعال هون يا اخوان ها تعال تعال يا احمد اسمع اسمع عارف مين في متابع احلى اسمه ابو وديع تعال تعال ابو محمد تعال دقيقة دقيقة يا ابو وديع ولا شيء احلى وديع احلى وديع تعال هون هي اخر المغامرة هاي اخر المغامرة يا اخوان هيك احنا اخر المغامرة هي احتفالية بنسميها متابعين قدام نسجل اصناتكم على المغارات هون محمد يا حبيبي حط صغير هون خفايا العالم لك مصلحة؟ لا لا مسكر مسكر والله مسكر والله فاتح مسكر خلاص خلصنا مغامرات يا اخوان شوف الجوره اللي هناك تعال صور صور تخيل العالم الاخر على اللوحه اضبط لك اياها الله خطاط مع تحيات خطاط ايهاب العسيري العسيري والعسل خلص انا بتوقع انه البخاخ خلص بس انا بقدم تحيه كبيره تحيه كبيره لمتابعين اثنين انا بعزهم لا والله هم ثلاثه والله صراحه بعزهم وبعشقهم هذول اثنين
الاول السيد عاهد برغال ابو عمار تحيه حب وتقدير له. مين ابو عمار؟ عاهد برغال. عاهد؟ عاهد. وتحيه للسيد محمود بابا، وتحيه للسيد عماد. لا خلص خلص، لا مش راح نكتب، بس انا قاعد بحكي هون حكي. وتحيه لعماد بيك القضاء، اهم تحيه واحلى تحيه مخط النقيب عماد بيك القضاء صاحبي احمد عز علي اللي تابع عندي على القناه، وان شاء الله راح تسووه ان شاء الله عن قريب راح تسووه مشرف عندنا في القناه، بس شوي تكبر القناه. خلص وانا محمد نطلع. خلص ما خلص اخواننا، الله يعطيكم العافيه، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان نكتب اسمه المره الجايه في المغامره الجايه في القصه الجاي، نكتب اسمه على الحيط يا اخوان. لا تنسوا يا اخوان الدعم والامور هاي، تسجيل الاعجاب، مشاركه الصفحه والامور كلها، ودير بالكم علينا، واحلى لايكات، واهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، شكرا للمتابعه. يلا اخوان.